السلام عليكم. إيران تطالب مجلس الأمن بإرغام إسرائيل على إيقاف قصف سوريا فورا وإنهاء احتلال الجولان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دعت المندوبة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي مجلس الأمن الدولي إلى إرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله الجولان السوري ووقف اعتداءاته على سوريا فورا. وقالت إرشادي في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن أمس الاثنين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا: نحن ندين بشدة كل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ونؤكد حق سوريا الذاتي في الدفاع عن نفسها والرد في الزمن والمكان الذي تختارهما. وشددت المسؤولة الإيرانية على ضرورة إنهاء احتلال المستمر لأجزاء من الأراضي السورية من قبل قوات الاحتلال الأجنبية، وذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. وأضافت: كما ينبغي على جميع القوات الأجنبية المحتلة والمتواجدة بصورة غير شرعية الخروج من هذا البلد دون أي شروط مسبقة أو تأخير. وأشارت إلى أن التقارير التي تفيد بمصرع عشرات المدنيين السوريين بينهم مزارعين وأطفال بنيران القوات الأمريكية تؤكد الحاجة الفورية لخروج هذه القوات من سوريا، وطالبت بمضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع المؤسف والحيلولة دون استمرار مشاكل الشعب الذي يعاني منها منذ أكثر من عقد، ومخاطر هذا الصراع على السلم والأمن الدوليين وفي المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.